بركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال ان شاء الله. النهاردة هنعمل قلقاس مع بعض. معايا القلقاس بتاعي، طبعا انا كنت مفرزاه، معايا السلق والخضرة، ومعايا توم وكزبرة ناشفة، ومعايا فلفل اسمر، ومعايا السمنة اللي هحمر بيها. معايا الشوربة بتاعتي، هنزل بالقلقاس على طول كده وهو مجمد، ما استناش لما يفك خالص. طبعا ما بينزل كده في الشوربة بيفك على طول. معايا دلوقتي السلق بتاعي والكزبرة الخضراء بتاعتي، تمام. هضربها في الكبة، تمام، علشان برضك تسهل عليا. بسم الله. هننزل بشوية من المية، بسم الله، يعني مش كتير. هنعصر كده، بسم الله. شايفين المية اللي نزلت معايا كده؟ هي ديت ما شاء الله اللي هتخليه القلقاس بتاعي اخضر وجميل ان شاء الله. والتفل دوت هو اللي هيتحمر في السمنة، وبعدين هننزل بالثوم عليه. هننزل بالمية بتاعتنا الجميلة ديت اللي هي نزلت من السلق ومن الخضرة. هننزل حاجة كده جميلة جدا ان شاء الله. معايا دلوقتي هنحمر السلق بتاعنا والتومة مع بعض، تمام. هننزل بالسمنة بتاعتنا ديت، طبعا قطعة السمنة دي مش كتير خالص. معايا السلق بتاعي والخضرة بقى بالشكل دوت لما عصرته ونزلت منه المية، تمام. بسم الله. هننزل دي كده، معايا الفلفل الاسمر بتاعي، هنزل بيه على القلقاس بتاعي، تمام. هنزل بالفلفل الاسمر، طبعا هي الشوربه فيها ملح، بس طبعا ممكن ان هي تكون محتاجه برضه شويه من الملح. طبعا الشوربه محتاجه شويه من الملح، هزودها حاجه بسيطه قوي من الملح. طبعا السلق بنخليه ينزل كل الميه اللي فيه. هننزل بقى بالثوم بتاعنا، بسم الله.
وهننزل بشوية كزبرة الناشفة. تمام، التومة بتاعتي وصلت لكده مع السلق. هنبدأ ان احنا هو ده احلى سلق، لا احلى قلقاس، جميل جدا. حبايبي القلقاس لما خلص بسم الله ما شاء الله لونه جميل جدا. الطريقة ديت جميلة جدا، ان شاء الله هتعجبكم. لو عجبتكم الطريقة بتاعتي ما تنسونيش بالشير واللايك والسبسكرايب وتفعيل زر التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.